الشباب اللي يعرف يقول كلمة الوداع يقولها ملحين، لأنه كلمة الوداع في هذه المرة راح تتقال لأفضل شخصيات. ايش افضل شخص؟ احنا كنا عاطينهم قيمة اكثر من قيمتهم، لانه اجت قيمة زينة. زينة هي الاسطورية هذه. شباب يلا بينا نقول الحين كلمة الوداع. الي فوديتشي ديمتري، تشاو تشاو سونيا، خلاص باي باي. للحين يا شباب يمشي هذاك يجي هذاك، خلاص يا شباب، تمشي سونيا يجي ديمتري، يمشي ديمتري يجي زينة، تمشي زينة راح يظهر بعد اساطير. بس للحظة لازم نستغل شخصية زينة. والله مش عارف ليش متحمس، لاني يا شباب جربت لعبت بها الشخصية وما متش. اوكي اوكي، شوف شوف، من الحين راح احكي لكم انا، هل انا مستنس اني اجيب بويا في قناتي؟ هل انا مستنس اني اجيب بويا في مقاطعي؟ يا سيدي من سيدي قبل ما ابلش الجيم احلف لكم احلف، ما يزبطش اني احلف على شيء بالمستقبل. بس يا شباب الجيم اللي راح العبه الحين راح اجيبه، وتطلعوا يا شباب. ايوه راح اوريكم شخصيتي اللي انا حاططها، تمام؟ شوف 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 البسطة، شخصية بسيطة، اثنين ذكور اثنين اناث. لا حول ولا قوة الا بالله. اوكي شوفوا يا اخوان، هاي شخصية زين. اوكي لا ما راح اشرح لكم شخصية زين الحين. اوكي اوريكم شخصية لوكوثا، خليني ابسط لكم الموضوع. كل عملية اقساط تزيد من نقاط الدرع القصوى بشكل دائم بمقدار 25%. يعني اسمع، جيب اثنين كلات بتزيدك 50 في الدم، فاهمين كيف؟ يعني بتصير عندك 250 بالدم، هذه الكل يعرفها. اوكي وهي معها شخصية انطوني، شخصية انطوني غنية على التعريف، تمام؟ تعطيك 30 نقاط اضافية، 30 نقاط اتش بي مجانا، وامكم غير ما اتكلم عليها، الكل يعرف قدراتها، تقريبا نص الشباب مكرشين فيها. اوكي يلا بينا يا شباب راح تكرشون فيها. هذه راح تكون راح تبدا نايم هيك. سينا سينا احبك. اللقاء الشديد. على فكره شباب راح تصير هذه شخصيتي المفضله، خلاص هذا اقوى دمج بالنسبه لي انا للشخصيات. اوكي شباب خليني احكي لكم، يدخلوا حاله الايس كريم اكستريم ويحصل فورا على 60 نقاط درع مؤقته لمده 12 ثانيه. اوه سمعتوا سمعتوا سمعتوا، عندك 60 اتش بي كل ما تفعل الشخصيه، وكمان ظنيتوا انه وقفنا هناك، ما وقفناش هناك. وخلال كل اسقاط للعدو يستعيد نقاط الدرع المؤقته المكتسبه من خلال هذه المغاره الى 60. فرضا انت عندك 200 في الدم، فعلت الشخصيه هذه صارت عندك 260. حلوين حلوين هون، تمام. فايدت انت واحد، فخلي لك في دمك 210، لما انت تقتله ترجع لك ال 260 من جديد. عارفين شخصيه وكونغ لما تقتل واحد ترجع تدفع لك؟ هذه بالضبط، لما تقتل واحد ترجع لك ال 60 اللي سويتها. تخيل حالك فيت على سكوات بشيت عليها كل واحد تنوق وعندك 60 دم. يا لا 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 هون ما نتكلمش. بس يا شباب عادي، يعني عند انتهاء الحاله سيتم ازاله نقاط الدرع اكيد يا شباب، وين المشكله؟ بس وقت التهدئه 75 ثانيه. اوكي يا اساطيري والحيوان اخونا الجميل روكي، هذا الراكون الجميل، تقليل وقت التهدئه للمهاره الناشطه المجهزه بنسبه 15%. بكل بساطه يعني اذا كان وقت التهدئه لكل شخصيه فرضا تكون 100 ثانيه، راح ينزل وقت التهدئه ل 85. من في بالك هذه 75 مع هذا الحيوان، يعني تقدر تفعلها كل مش عارف انا كل دقيقه او كل 50 ثانيه، الله اعلم. انا ما عملتش معادله حسابيه، بما اني ما عملتش معادله حسابيه خليني ابلش. سونيا ديمتري انا لا اسمعكم. بيو يا سبايدر مان، سبايدر مان الادغال. اوكي اوكي شباب هذا التحمس يا اخي، معقول هذا شخص يتحمس يسوي اي حركه؟ اوكي يا شباب ننزل بيك البيك البيك ومن يداويك، وان نزلت ودمك قليل زينه ستحييك. الله الله يا شباب انا شاعر، انا اعطوني الشخصيات وسيبوني خليني اتكلم. ابدا اشعر زي ما شعرت على ليلى، زي ما عملت الشعر كبير على كلاخانس. الشخص تكون قدراته مخفيه، يعني فاهمين كيف؟ انا الحين عندي ان، تمام شباب قله الادب هذه ايش يسوي هذا هو؟ هذا اوف في اثنين في اثنين في اثنين، هذا هذا يا الله 30 دم مش كافي انها تقتل واحد. يا في واحد نازل هون يا اخي، هذا 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 وين نازل؟ اوكي فعل الشخصية يا شباب، والله فعلت الشخصية بس ما كان دمي قليل جدا، وهذا كان عنده اكسميت. والله عادي عادي شباب، انا ما بزعلش ما بزعلش، عشان انا وعدتكم بالبويا، انا وعدتكم تمام. يعني لما شخص يوعد بشيء لازم يوفي به، وانا مليون اقول لكم مليون بالميه راح اجيب البويا. شباب لا يغرك الشخص اللي يموت باول جيم، وانا شفتوني انا مثلا انا اقوى مثال للعبه، فاهمين كيف؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اللي ينزل اوكي
شباب بصراحة لازم أنا أقول كلمة، لازم يا شباب أقول كلمة الحين. الثقة بالنفس سيئة، الثقة بالنفس أخي، الثقة بالنفس. أنا ليش وثقت بنفسي الحين؟ عارف أنه شخصيتي الحين لا تقهر، تمام؟ بس أنا مانيش ملوت، مانيش ليش أتكلم في كلام غبي غبي ليه؟ أوكي شباب خلنا ننزل الحين. اللي ما سويتوش في الجيم الماضي اخوي اجمع قوة جيمين في جيم واحد. هل هذه يا شباب خبرة خبرة خبرة؟ هذا اللي احكي فيه الحين. ما انا عارف من نفسي ايش احكي. سرق مني الاكر. ايه ما دمجنيش، دمج الشخصية. قوة الشخصي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا شباب، هذا اللي كنت احكي عليه يا شباب. اوكي تيني 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 بي 40 يا شباب، هذه القوة اللي يا سلام. اللي بعد اللي بعد شباب، شوفوا شوفوا دمي، شوفوا شوفوا. اوكي تالنت. اوكي اوكي يدي مدمجين الاثنين. يا الله يا الله، جاني جاني جاني. اهرب اهرب بجلدك. انا السلام عليكم، اغادر ساحة المعركة لاني احب ان اقتل هذا. في واحد قدامي، هذا كينو مدمج. اوكي يا شخصية، دم 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 قبل كلش، دم قبل كلش. واذا بش علي الحين واحد اشخل الشخصية. يلا يلا ايو يلا، واحد اثنين ثلاث. لحظة ارجع للوبي، اللوبي يا عم، اللوبي اللوبي اللوبي. في واحد في واحد هون. اوف جماعه البيك، جماعه البيك اللي يطلعون فوق. تبلك يا شماسي يا سالو. اوكي اوكي في واحد من البيك الفوق. يا انا يا هو، خلاص يا شباب جايب استكليت، من مين راح اخاف؟ معي اقوى شخصيه باللعبه. هذا يا شباب اللي يلعب معنا ما على بالوش بالتحديثات، ما شافش تحديثات. هذا مسكين يعيش في عصر الجاهليه، ما يعرفش شخصيه زينه. اللي ما يعرفش شخصيه زينه عباره عندي جاهل الحين. والله 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 الاقي حل كيف اطلع له هذا. يا اخي انت ما هذا مرتين لازم اقتله عشان يرجع لللوبي. مرتين اخي والله. في واحد مات. تعال تعال خليك شخصية سوني. تعال فرجيني يا اخوي. دامج دامج، انا ما اموتش يا ودي. جيب سكوادك جيب سكوادك جيب سكوادك. جيب كمان في واحد هون يا ودي. ما نموتش يا ودي، اضرب للصباح ما نموتش. خليني الف خليني الف من هون. خليه بين ما تعمرت لي الشخصية. هيا في يا ودي، راني ما نموتش. تموت انت، جدك خالك. انا ما نموتش، مانيش ميت والله، ما نموت والله، ماني خادم والله، ماني ميت والله، ما نموتش. لا ما نموتش. 10 كيل شباب. اللي كنت راح اسويه في 2 جيمات سويته في جيم واحد. لخصت لكم يا شباب، لخصت لكم قوتي. الله الله، في درع ليفل 4. اوف اوف، هذا عنده ملوت ما شاء الله. هات الدرع ليفل 4، هات هات. راه ما قدروش عليا مساكن، هات راهم زواول، راه ما قدروش عليا راهم. راني هذا زينه. واي زينه واش ديرتي فينا؟ انا وقلبي حوصنا عليك ما لقينا. يا زينة واي زينة واش ديرتي فينا؟ انا وطيبة قلبي حوصنا عليك ما لقينا. واي زينة يا رب نلقى اللانشر يا شباب. والله حلو، والله راح اروح كل المستودعات اجيب اللانشر. اوه هذا ايش يعمل؟ بونجور صباح الخير. لا ما ماتش. كيف تدعسك سيارة ما تموتش؟ هذا يا شباب بدعوة الوالدين يلعب. بوت طلع بوت. قارينا جيبت لي بوت، افايت انا وبوت قارينا. انا يا شباب لعب مخضرم يا شباب، تجيب لي بوت قارينا. يلا 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 لين بعد. اوه في واحد في الدرون. هذا الغبي ليش يدخل في الدرون؟ هذا الغبي يعرف انه انا موجود. يا الله وقاعد يقدم لي، قاعد يقدم لي المشكل. تعال تعال راح اجيبه هيت شوت بالسيارة، هيت شوت بالسيارة. الله اكبر الله اكبر. مات صغير. واي زينة واش درتي فينا؟ انا وقلبي حوصنا عليك ما لقينا. والله لو تسمعني ليلى راح نطلق يا شباب، لو تسمع بس ليلى بالموضوع. انا اقول لها يا شباب هذه زينة عبارة عن اختي، فهم كيف؟ هذيك الكذبات تبع الخيانة. استغفر الله. لا يا شباب امزح معكم. انا شخص. اوه شفت واحد، شفت واحد، شوف عين الصقر يا شباب. بلا انتوا لو كنتوا مكاني كنتوا راح تشوفوه. يا الله يا الله، اهرب اهرب. الله بوم. وين يا ودي بلوك ماوس؟ يدي اصبر، فعل الشخصية، عنده تروجر. اضرب اضرب اضرب، اني نتفرج.
زح زح زح. كثرت اوراقك يا ليو ميسي، ما عادش يقدروك يا ليو ميسي. هي معقول اللي سويته انا الحين؟ معقول 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 اعطيته كل مجانا؟ قسما بالله اني هوبي، قسما بالله يا اخي والله. تعرفون انا ايش سويت؟ تعرفون انا ايش سويت؟ في الجيم الاول كانت عندي ثقة مفرطة، فش صار لما موتت؟ خلاص قلت الثقة اللي فيا وصرت العب كلاعب عادي. بعدين لما جايب 12 كيلو ولا مش عارف كم، اصابني الغرور يا شباب. هذا الجيم لازم اتواضع يا شباب، محترف وعندي شخصيات، لازم التواضع يا شباب، التواضع، لازم نتواضع، لازم نتواضع، لازم نتواضع. قاعد اسمع الصوت، قاعد اسمع الصوت، قاعد. يا عمي يا عمي انت ليش؟ انا كبيركم على سني، انا زونيا وديمتري امحق جدهم. ايش اتواضع؟ انا اتواضع؟ شوف هذيك كانت هفوه شباب، انا اسطوره، ايش تواضع؟ جيب كل واحد عنده فيكتور. بالله يا شباب هل كنتوا في مكاني راح تتواضعون؟ بالله بالله راح تتواضعون في مكاني؟ شوف شوف، يا الله يا الله يا الله، ما عندك وين هارب. اصبر خليني الوت قدامك، شوف شوف الوت قدامك. هات هات دروغن، هات يا 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 يا. وينو لين بعده لين بعده لين بعده لين بعده؟ بالله عليك بالله عليك، مش بدكم يعني تواضع يا ناس؟ يا اخي يا اخي انت شباب، ان كنت نبرح تتواضع غصبا عنا، بس يا اخي انا عندي 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 القدرات، ليش اتواضع؟ الحين راح يبدا الجلد، تعرفون جلد؟ مو جلد، جلد جلد، تعرفون الجلد؟ يا اخي يا اخي شوف، فعلت له الشخصيه، فعلت لك الشخصيه، ما عندك وين يا ودي. راني مهبول، مجنون مجنون بتاع شخصيات يا ودي. جيب داركم، جيب خوك، جيب خالك يفايتون معاك. يا اخي انت ايش تعمل؟ روح نام يا اخي. يا اخي الناس اغبياء والله، مش عارف يا اخي، اخي الناس اغبياء، انا مش عارف. طب المفروض يا شباب لما اقتل واحد تطلع هون من قتل، فاهمين كيف؟ يطلع لك اسم القاتل. طيب ليش ما قارون اسمي؟ شوف شوف يا شباب، 4 كيلو، في واحد جايب 4 كيلو يتواضع. اخي انت اللي تشاهدني، لو جيب 4، انت لو جيب 4 كيلو راح تنزل جده في اعلان، في جريده، تنزلها في كل صحف العالم. اسمع صوت، اسمع صوت، وين يا شباب؟ ها يلع ايد واحد. يا ربي يا ربي يا شباب، صابتني اللعنة، انا ملعون انا ملعون. عنده كل واحدة، افهموا 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 ايش يعني كل واحدة، تمام؟ هي الكل انا ونوب، اقرأوا اسمه كلارخ ثيف، اسمه هو الشخصية، ما يعرفش يقراه. لما تقول له اعطيني اسمك قول لك لا راح اعطيك الاي دي. ضربة واحدة جابني هيت شوت بالحظ، راح اظل اراقبه، انا هاكر، راح اثبت لكم انا ما بموتش هيك، انا ما بموتش بالساهل والله. راح اشوفك انت اللي راح تقتله الحين، اشوف جدك مين. شوفوا يا شباب في حلين، اذا قتل الواحد هون الحين هيت شوت هاكر، تمام؟ اذا مات الحين بسرعة فهو نوب وبالحظ. في امي دمج 203 في عامل هاكر دامج. شوف شوف الحظ، شوف الحظ، شوف الحظ، شوف 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 كيف مات، شوف المحظوظ، شوف. والله لا اطلع، والله لا اطلع، والله لا اطلع، والله لا اطلع، حسبنا الله حسبنا الله. شباب سويت كلش، الحظ كان ضدي يا شباب، شخصيتي مضبطة، كلياتي محترف. شباب بس الجيم الثاني اصابني فيه شوية غرور ومطر. بس يا شباب الصراحة الصراحة والله يا شباب انا فرحان على هذا الاكتشاف العظيم، هذا اكتشاف عظيم، زي ما كريستوف كولومبوس اكتشف قارة امريكا، انا اكتشفت قارة زينة، زينة لحالها قارة، وانتم كوكب آخر في قلبي. الله الله كم أنا شاعر، لازم يا ودي نحي مريولي. اوكي يا اساطيري الاعزاء، قبل ما انهي المقطع لازم يا شباب هذا الشيء اسمع. شباب ما يكلمني ولا واحد، هذه حريه شخصيه، انا لما اكون في بيتي ما يتطفل علي ولا واحد. بدي احط زينه. زينه وينك وينك وينك؟ يا زينه دورنا عليك ما لقينا. لقيناك يا زينه. ايوه حبيبتي قبله خفيفه، اغمض الكاميرا خلاص. طبعا يا شباب القبلة كانت من الخد، شوفوا يعني هيك لفيت، كانت شخصية هيك وانا لفيت هيك وقبلتها من الخد، واضح واضح. هاي هيك اختي حبيبتي الوحيدة الليلة. فيو يا سطيري كان مقطعنا لليوم، تنسوش تضغطوا زر لايك وتشتركوا في القناة. كنتم مع اخو زينة، اخوه شباب النية. ما تنسوش اللايك والاشتراك، ملتقنا في المقطع الجاي، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.